كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ومنتدى نوت بالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب 10 سيدات ممن أثرن في الحياة الاجتماعية وقدمن مشوارا حافلا للوطن في المجالات والقطاعات المختلفة. وأكد عدد من السيدات المكرمات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أحد أسباب التفوق الذي وصلنا إليه لكونه منح للمرأة حقوقها وشجعها على مواصلة مشوار النجاح والتقدم نحو تحقيق الأهداف والآمال والطموحات على كافة المستويات. النهاردة بنكرم نساء أسوان 10 سيدات لعبنا دورا مهما جدا في مساندة الفتيات ونساء أسوان بدون ضجيج ولا يعني دوشة زي ما بنقول. هؤلاء السيدات يستحقن بجدارة هذا التكريم. دي يعني للمرة السابعة بنكرم 10 أفضل نساء في محافظة أسوان قدروا فعلا يعملوا تغيير في مجتمعهم، إذا كان تغيير اجتماعي او اقتصادي او بيئي او فني. فالمره دي في الحقيقه التكريم زي كل سنه في الحقيقه اخترنا عناصر طبقا لمعايير محدده، احدى المعايير دي ان تكون السيده ذات اثر، يعني قدرت فعلا تاثر في مجتمعها بشكل او باخر. اكثر مجال من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الاجتماعيه انا ماشيين في العمل الاجتماعي ومناهضه المراه ورفع المستوى الاقتصادي للبلد.